ممثلة لرئيس الجمهورية، شاركت وزيرة البيئة نصيرة بن حراث عبر تقنية التحاضر عن بعد في قمة حول المناخ دعت إليها الأمم المتحدة ولندن، وشاركت فيها فرنسا والصين. القمة تأتي كآخر خطوة قبل القمة 26 المزمع انعقادها بجلاسكو العام الداخل. أشارك اليوم في هذه القمة الافتراضية للطموح المناخي 2020 ممثلة للسيد رئيس الجمهورية، فهي تعد كآخر خطوة قبل انعقاد المؤتمر للأطراف 26 المزمع انعقاده في غلاسكو في 2021. هذه القمة تهدف إلى دعم ديناميكية جديدة لرفع طموحات كل البلدان المشاركة.